تعالى قوي كمان صوره بس خلاص انا تعبت. ده انا اللي تعبت خالص. صوره واحده وخلاص. ها بصي لي كده. بصي لي. ايوه تعال. يا سلام بقى لو عليت الكلاكس سنه. ها كمان سنه. ها بس اه يا دلع دلع ولا حلوة بطول. اه يا دلع دلع على احنا في مكتب ولا في كبريه؟ مؤاخذة انا بسلي الهانم. هانم جايالك. افتن اقول لاختك منى. مين فينا اللي يفتن اخ؟ ايه المقابله الوحشه دي يا استاذ سامي؟ اه متاسف. اهلا وسهلا. عمالها طالعه برده كده ليه؟ متضايق امشي. تمشي؟ اخ ما تتلحلح يا بني ادم. لا ابدا. اهلا وسهلا. وعدتني نخرج مع بعض، استنيت تتصل ما اتصلتش، قلت لازم نسيت. جيت اسال. لا ابدا انا ما نسيتش الحقيقه. تبقى بخيل. ايه؟ وعشان كده جيت اعزمك هنا. ادي الحلق للي بلا ودان. انا مصممه نقضي النهارده مع بعض. عندك مانع؟ هو في الحقيقه انا عندي ارتباطات تانية. نخليها يوم تاني بقى. يوم تاني؟ هو لازم يكون هو؟ لازم. ولازم النهارده. ايه؟ مالك؟ اديني الخط من فضلك. خط ايه؟ اسمع، اذا كان على شهيره ملكش دعوه، اذا اتصلت اخوك سرد باك يقطع اي كوره، ملكش دعوه. طب إيه؟ اديني مفاتيح العربيه بتاعتك وبلاش لماضه. خليني معاك. اتفضلي. باي. 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 اسمعني انا بس اللي مكتوب عليا يتقال لي باي. ما اقولش انا باي مره من نفسي. ايه ده؟ على فين؟ على اي حته نبقى فيها لوحدنا. نعم؟ مش يمكن كلامنا يكون جريمه؟ مش لازم حد يسمعه؟ الجرائم العاطفيه لذيذه مش كده؟ تهبل. الظاهر ما بتحبش تلعب في الوقت الضايع. لكن انا ازاي توعطها؟ ازاي اعمل كده؟ ما هي كمان زي لقطه القشطه تهبل. طب وشهيره؟ لو عرفت اقول لها ايه؟ طب وايه بس اللي هيعرفها سيسفت؟ ما تقرش يا اخي. بس دي تبقى خيانه. ضميرك فين يا بني ادم؟ الحل الوحيد ان جناب ضمير ياخد اجازه عارضه. طب هروح بيها فين؟
خايف؟ أنا دايخ، عندي اللي اسمه إيه؟ واسمه إيه؟ أيوه بوار البحر. آه لازم مش واخد على المي. عمري ما عمت حتى وأنا في بانيو. أعلمك العوم. أغرق. نفسي. في إيه؟ تغرق سوا. صحتك. دي مرة قوي. تقدر تقول لي بتتقل ليه؟ بترفض ايدي اللي مديها لك عشان مين؟ هو انا قادر ارفض ولا رفضتش؟ انت عايز ايه وانا تحت امري؟ حلو الكلام. نتفق. احنا متفقين. حلو الكلام. تسلمني النوتة؟ اسلمك عينيا. نوتة ايه؟ النوتة اللي فيها السر كله. ليك عليا اسلمها لك دلوقتي حالا. ولو رجعت في كلامك. مين ده؟ أنا كلمتي واحدة، أنا كلمتي عقد يا هانم. لو رجعت في كلامك هموتك. بس أنا بقى حدق. لازم تسلميني عينيك الأول. عينيا بس. انت دفعت العربون وانا هقدم بقيه المقاوله. ادي يا ست النوت. ادي نوت التليفونات بتاعتي. بتتكلم كده ليه؟ ما بتردش ليه؟ بقول لك مساء الخير. يخرب عقلك ما تكونش مبلبع. وما فين ساعات المخبر اللي مرابط معاك؟ أول واحد أشوفه نام وهو مفتح عينيه. يا بيه. أيوه عثمان. في حاجة عثمان؟ عثمان. عثمان. عثمان يا سعد البيت. انت هتلاعبنا يا راجل؟ انت عايز ايه؟ عايز تفهمني ان في حد تاني كان بيتكلم؟ طب مين؟ ما هي انا. انت مفيش صريخ ابن يومين في الحته كلها. عثمان ان شاء الله ما رضيت تتقلط عليا، بس اوعى تناديلي تاني. عليك واحد. صار وقع في المصيدة. لا بلا 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 بلا. شهيرة. شهيرة. أكيد أنت عاملة لي مفاجأة. أمال يعني طفية النور لي. شهيرة. شهيرة. وربنا انا عايل واموت بحركات العيال دي. فكرتني بلعبة المساكة اللي كنا بنلعبها زمان. يا زروبان عليك الامان. تكتفت نفسك ازاي؟ حاجة غير. في ايه بقى بالظبط؟